صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. حقيقة النهاردة عندنا كلام كتير قوي هنتكلم فيه النهاردة بعد فوز منتخبنا الوطني بالأمس على منتخب سيراليون. عندنا طاقة إيجابية، عايزين نتكلم في أمور كتير جدا، عايزين نستمتع مع حضراتكم بتفاصيل المباراة، وبالتأكيد هنتكلم أيضا على التصريحات الخاصة ما بعد المباراة بكل الأمور الخاصة بلاعبتنا اللي تألقوا وشرفونا. لسه عندنا تفاصيل كتير هنتابعها مع حضراتكم، هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. وصلت بعثة منتخبنا المصري صباح اليوم منذ قليل لمطار القاهرة، بعد ما قدر ينجح منتخبنا الوطني انه يجمع اول 6 نقاط في تصفية المونديال من اول مباراتين. زي ما شايفين مع حضراتكم وصول منتخبنا المصري والبعثة بالكامل. الحمد لله لما بتكون واصل وانت فخور وانت متشرف وانت اديت اللي عليك بيكون الوضع غير. قدرنا امبارح ان احنا نفوز فوز غالي جدا خارج ملعبنا بهدفين دون رد على منتخب سيراليون بيسجلهم نجوم الفراعنة اللي شرفونا. محمود حسن تريزيجيه يعني هنقول عليها كانت ليلة التألق ليه، وليلة التألق ايضا للحارس الكبير محمد الشناوي. فوز مهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فكرة ان انت تكسب اول ماتشين في تصفيات كاس العالم ده امر ايجابي، امر بيطمنك بيديك الثقة، خصوصا ان المرحلة اللي جاية هتدخل فيها منافسة جديدة وتحدي جديد وهو نهائيات كاس الامم الافريقية. يعني انت كنت عايز تعدي المرحلة دي بأمان وتعديها وانت مطمن قوي. كان لازم وضروري ان انت تنهي المرحلة اللي بتكلم عليها بفوز على جيبوتي بنتيجة كبيرة زي ما حصل، وفوز على سيراليون وانت مطمن جدا، وده اللي قلناه هنا قبل بداية التصفيات. وشايفين مع حضراتكم وصول البعثة ونزول كل يعني كل من اجتهد وكل من اشتغل وكل من كان على قدر المسؤولية. نتكلم معاكم بداية من الجهاز الفني والجهاز المعاون والجهاز الطبي. شايفين مع حضراتكم علي جبر على الشاشة، الشناوي اللي تألق بشكل كبير جدا بالأمس. شايفين معاكم نجمنا الدولي المصري محمد صلاح اللي بيشرفنا، محمد هاني اللي امبارح كان ليه دور مهم جدا في المباراة. وشايفين كمان معاكم عدد كبير من النجوم اللي الحقيقة لو قلنا شارك او ما شاركش دي حدوتة بنحطها على جنب ما بتتكلمش خلاص فيها. يعني لما انت مثلا تيجي تقول اللاعب مثلا الفلاني والله شارك، لا ده اخد 10 دقايق، ده اخد ربع ساعة، ملهاش اي علاقة. انني ممكن يشارك المباراة دي ما يشاركش المباراة اللي جاية. نفس الكلام بينطبق على الكل. شفنا محمد شريف امبارح الكل كان مستبعده خالص من الصورة، بنشوف مصطفى محمد امبارح بيغادر اللقاء ومحمد شريف بيشارك. الكل يا جماعة بياخد فرصته في الوقت المناسب، وده المدير الفني بيحدده على حسب المباراة وعلى حسب تفاصيل المباراة. لكن بنقول لهم الحمد لله على سلامتهم جميعا، وصلوا على أرض مصرنا الحبيبة وهم فخورين وإحنا فخورين بيهم. وقلنا عايزين أداء قوي منهم وشفنا أداء قوي ونتيجة قوية. تفاصيل بتحيط بالمنتخب المصري لازم يكون ليها كل الاحترام والتقدير، لكن ما بتعبش الطرف الآخر لأنه ده شيء إحنا معتدين عليه خلاص. بطبع الدول الإفريقية بيكون في ظروف خارج توقعات، بيكون في ظروف بطبيعة الحال وبطبيعة المعيشة هناك، تفاصيل كتير جدا خلاص كل لعبتنا اعتادوا عليها، سواء كان مناخ، سواء كانت لو بنتكلم على الأمور التنظيمية، ظروف ملاعب، كل الكلام ده مقدر، كل الكلام ده ليه كل الاحترام والتقدير. لكن انا بقى كمنتخب خرجت بايه من ده؟ عرفت ازاي اتخطى ده؟ اوصل بالنتيجه اللي انا عايزها؟ اخرج بايه من المباراه كمدير فني؟ كل التفاصيل دي اللي نتكلم فيها. لكن ما اقعدش اقول اصل والملعب والارضيه، طبيعي وارد، بنشوف في دول إفريقية كتير، سواء إذا كانت حتى في يعني فرقنا بتواجههم أو منتخبنا بيواجههم معتادين على ده. تستحق إنها تتواجد في دوريات كبيرة وتكبر أكتر، ويكون دايما مسيرة محمد صلاح
فعلا فعلا بتتطبق في اكتر من لاعب، لانك عندك اكتر من لاعب عندهم الامكانيات اللي تفخر وتسعد بيها. وبنحب قوي ثنائيه محمد صلاح مع تريزيجيه، وبنحب جدا الكيمياء اللي بنشوفها مع منتخبنا المصري ما بينهم هما الاثنين الحقيقه، وشفنا كمان ده ما بين مصطفى محمد وتريزيجيه بالامس. بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله دايما بيشرفونا وبيساعدونا في كل مكان. أما عن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا المصري، واللي بيظهر بشكل مميز جدا وبينقذ فرص كتير زي ما بقول لكم أمام منتخب سيراليون، وتحديدا آخر 10 دقايق اللي كانوا حاسمين جدا في عمر المباراة، بيتألق الشناوي بيحافظ بيهم على نظافة شباكه، وكمان بيضمن الثلاث نقاط المهمين جدا في عمر المباراة، وبيحصد أول 6 نقاط في مشوارنا للمونديال. أشادت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد أدائه المميز مع منتخبنا المصري، وحافظ على نظافة شباكه أمام جيبوتي وسيراليون بتصفيات كاس العالم 2026. كتبت صفحة النادي الأهلي الرسمية عن الشناوي: الأخطبوط دايما حاضر في الميعاد. نستعرض مع حضراتكم أبرز أرقام محمد الشناوي في المباراة بالأمس. محمد الشناوي لعب 103 دقيقة، تصدى لثمان محاولات، تصدى العرضيات مرتين، تصدى الانفراد تام مرتين. للحكم في التوقيت ده جان جاك نادالا عمل حالة برجلة للمشجع والفكر المشاهد، وهو رايح لصلاح المشجع لقطة الكاميرات، لقطة أثرت التساؤلات اللي بقول لكم عليها. هو الحكم بيضحك ولا متعجب ولا فرحان من الموقف، ولا كان المفروض يبقى ليه رد فعل مختلف في التوقيت ده، ولا حالة من حالات المفاجأة اللي بتخلي بعض الأحيان ان انت مش عارف تطلع الاكسبريشن او تطلع رد الفعل الطبيعي في الموقف؟ عارفين لما بيكون في بعض المواقف كده بتكون خادعة او سريعة، فبيكون رد فعلك متأخر فيها. اكيد احنا فخورين جدا ان محمد صلاح يكون عنده معجبين ومشجعين ومحبين ليه في كل مكان، ويكونوا بينزلوا وبيحتضنوه وبيسلموا عليه. حب الناس في كل العالم موجود. لما رونالدو يكون عنده مشجعين بالملايين، لما يكون ميسي عنده مشجعين بالملايين، لما نجم كبير بيروح لأي بلد والمشجعين بيتمنوا ان هم يشوفوه، اكيد ده شيء بيسعدنا وبيشرفنا وبيخلينا فخورين. وفكرة التعامل مع المشجع برضو من قبل الأمن، دايما بنقول رأفة، يعني يكون في رأفة دايما باللحظات دي. هي لحظات على قد ما هي بتسعدنا وتشرفنا، وفي نفس التوقيت بنكون خايفين على اللعيبة. أكيد عندنا تحفظ على ضرورة عدم تكرار أحداث تكون مماثلة، وهي اقتحام عموما المشجعين للملاعب واللي ممكن يعرض لعيبتنا أو لعيبة أي منتخب للخطر. ولكن بنقول محمد صلاح ليه شعبية كبيرة جدا في كل مكان، وبنسعد وبنفخر أنه دايما يكونوا محبينه مش بيعرفوا يسيطروا على مشاعرهم، ويكونوا عايزين يحتضنوه زي ما شفتم في التدريبات، زي ما شفتم في تدريبات منتخبنا المصري ما قبل المباراة، ومجموعة المشجعين اللي رفضوا مغادرة التدريب، وشفنا السيدة اللي كانت عمالة تهتف باسم محمد صلاح والمشجعين اللي معاها فرحانين ومبسوطين. اللقطات دي يا جماعة والله بتبسطنا قوي وبتفرحنا قوي، وبتأكد لك على مدى لما يكون في شعب بسيط قوي، وان الحياة بسيطة وسهلة وسلسة عندهم، ده شيء بنفخر بيه وبنعتز بيه. ومحمد صلاح ده نفسه بيكون سعيد، يعني حتى لما تشوفوه في التدريبات الابتسامة وعمال يضحك قد ايه على التشجيع الخاص ليه من مجموعة قليلة جدا من المشجعين المتواجدين في افريقيا او المتواجدين لمنتخب سيراليون. كل التفاصيل دي بتسعدنا جميعا. نروح معاكم لسؤال حلقتنا اللي بالتأكيد بنحبكم تتفاعلوا معانا فيه في فقرة اللعبة. سؤالي ليكم النهاردة: في رأيكم من هو أفضل لاعب في مباراة مصر وسيراليون؟ منتظركم تتفاعلوا معنا على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة قنوات On Time Sports، وفي آخر الحلقة بنستعرض معكم أبرز التعليقات. حين كان في بعض التصريحات الهامة جدا لروي فيتوريا ما بعد مباراة منتخبنا المصري وما قبل، تعالوا نشوف معاكم ما بعد المباراة روي فيتوريا قال ايه بالتفاصيل، وجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في أذهاننا جميعا. تعالوا نروح مع حضراتكم للمؤتمر الصحفي لروي فيتوريا ما بعد مباراة منتخبنا المصري ومنتخب سيراليون، ونرجع لكم مرة ثانية.
المباراة كنا عارفين ان هي كانت مباراة صعبة جدا من قبل ما نيجي. اهم شيء ان احنا طبعا ما لعبناش بالشكل المثالي في المباراة، ولكن اهم شيء ان احنا قدرنا نطلع بنقاط المباراة كده، قدرنا نسجل 8 اهداف من اول مباراتين في تصفيات كاس العالم. الحمد لله ما جاش فينا اي هدف، لم نتحمل اي اهداف، ويعتبر بداية جيدة بالنسبة لنا باحراز النقاط. يعني الحاجة اللي المدرب لاحظها كانت تعتبر يعني غريبة شوية في المباراة دي، او حاجة يعني لاحظها، كانت ان هي الاجواء بتاعت المباراة، ان رحلة طيران طويلة، يعتبر ان برضو ظروف الجو مع الرطوبة مع الملعب الصناعي كلها كانت تعتبر ظروف صعبة بالنسبة لنا. حتى حسينا ان اللاعبين يمكن كانوا زي امكانياتهم الى حد ما محدودة النهاردة شوية او مقفولة شوية ده نتيجة الظروف كلها. لكن اهم شيء ان احنا قدرنا نخرج بالنتيجة نقاط المباراة. طبعا عارفين ان فريق سيراليون كان فريق صعب، وعرفنا ان هو بيحاول ان هو يضغط في منطقه الوسط، قدرنا بالكور ان احنا نقدر يعني اثناء المباراه ان احنا نقدر نقطع كور في منطقه الوسط، وهي دي اللي ساعدتنا ان احنا نتقدم بيها كمرتدات نسجل منها. تريزيجيه سجل هدفين، وسواء سجل هدف واحد او اثنين بس يفوز بالمباراه، ولكن وقت ما احتاجنا حارس كان في حارس جيد وقف المباراه. الحاجه اللي ما عجبتنيش طبعا اخر 10 دقائق في المباراه، وقت ما حصل توقفات كتير بسبب ان في الجماهير حاولت ان هي توصل للاعب محمد صلاح، يعتبر ده التوقفات ضيعت التركيز بتاعنا شويه في اخر دقائق في المباراه. اعتقد ان تريزيجيه والشناوي كانوا جيدين جدا في هذه المباراه، زي ما انتم عارفين يا جماعه، ان طبعا احنا لعبنا مباراتين قبل كده. من مباراتين قبل كده كنا احنا لعبنا قصاد الجزائر وحصل عندنا حاله طرد في الدقيقه 20، فهو طبعا حاله الطرد دي اكيد بتغير موقف الفريق. بس احنا طبعا مهم ان يكون عندنا الثقافه انك تقدر تكسب قصاد فريق انت متفوق عليه عدديا، ودي قدرنا نطبقها النهارده، ان احنا قدرنا نتفوق عليهم نسجل هدفين. ولكن انا في الاخر يعني بحيي فريق سيراليون على اساس ان هو كان مباراه صعبه، قدروا ان هم يوقفوا قصادنا، لكن في الاخر الفوز والنقاط من حق مصر، ورغم الظروف الصعبه اللي احنا تعرضنا ليها زي رحله سفر طويله، اجواء فيها رطوبه، الطقس كذلك، الملعب الصناعي، ولكن في الاخر مصر قدرت ان هي تاخد النقاط ونتفوق. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. يعني طبعا التفاصيل الخاصة بالمؤتمرات الصحفية بترد على أسئلة كتير جدا في ذهننا، كمان اللعيبة اللي بيتألقوا في المباريات بالتأكيد بنكون عايزين نعرف فكروا ازاي وشعورهم ايه ما بعد المباراة. تعالوا نعيش معاكم أجواء لقاء هام جدا أجراها زميلنا العزيز أيمن مصطفى مع اللاعب مصطفى محمد المتألق في الدوري الفرنسي أو نانت الفرنسي بالتأكيد، اللي مشرفنا وطبعا امبارح اللي ساهم في أسيست رائع جدا في المباراة لتريزيجيه. تعالوا نستمتع معاكم بلقاء مصطفى محمد ونرجع لكم مرة تانية. واحد من نجوم منتخبنا الوطني ونادي نونت الفرنسي ساهم في صناعة الهدف الأول وكاد أن يسجل الهدف الثالث قبل طلوعه من الملعب مصطفى محمد. يا درش أهلا بيك، مبروك الثلاث نقط المهمين جدا، وأعتقد بداية قوية لمنتخبنا الوطني في سبيل حلم الملايين، حلم المونديال. طبعا الحمد لله طبعا على الثلاثة بونت، طبعا نهينا المعسكر بأحسن شكل ممكن، اهم حاجه طلعنا بالثلاثه بونت الماتش ده والثلاثه بونت الماتش اللي فات، فاحنا على طول تركيزنا ان احنا نكسب وان شاء الله نفضل متصدرين اول المجموعه، وحلمنا طبعا وحلم كل المصريين وحلم كل واحد فينا نوصل كاس عالم، وان شاء الله يعني خلاص ماتشين وعدوا واتقفلوا، فتركيزنا ان شاء الله المعسكر الجاي بطوله افريقيا، حلمنا ان احنا نوصل لابعد نقطه وان شاء الله نرجع بالكاس ونحاول نفسه الناس كلها. كنت على وشك تجيب جون قبل ما اكيد كنت نفسك تجيب بتسجل هدف، لكن انا لامس العلاقه ما بينكم كلعيبه ان ما حدش يعني شاغل باله مين جاب جوان مين لعب مين ما لعبش، كله هدف واحد وهو التاهل للمونديال. والله زي ما انت شفت فرحتنا بالفوز، فرحتنا بالاهداف اللي بنجيبها، ده يدل على الروح الحلوه اللي بيننا فعلا زي ما انت قلت، ما بيفرقش معانا مين اللي يجيب جوان، على قد ما بيفرق معانا منتخب مصر يوصل لفين، فاحنا كلنا حلمنا واحد اللي احنا نوصل لابعد نقطه وان شاء الله نوصل كاس العالم ونوصل لاحسن حته باللعيبه دوت، جيل متهيألي من احسن الجيلات اللي جت في تاريخ مصر،
طبعا الجيلات طبعا القديمه برضه حاجه كويسه ومحترمه، احنا بنحاول نعمل احسن حاجه عندنا وحاجه نشرف بيها مصر. يعني تحول وتطور واضح في اداء مصطفى محمد، شايف اسباب ده ايه؟ ايه اللي اختلف في تعاملك بشكل عام مع التدريب مع اللايف ستايل بتاعك؟ بنشوف اهدافك، بترشح لجائزه الافضل في الشهر في الدوري الفرنسي، بترشح لجائزه افضل لاعب في الشهر في ناديك نونت، اسباب كل التالق والتطور الواضح ده؟ والله اسباب اللي انا الحمد لله يعني على طول بحب اتعلم وعلى طول بحب اطور من نفسي على طول بحب اطور من نفسي وبحب اتعلم دايما، اللي هو ما بوقفش عند ستيب معينه لازم. أما عن مباريات اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، هيكون في مواجهة ما بين جيبوتي وغينيا بيساو الساعة 3 العصر. أما عن الساعة 6 مساء غامبيا هتكون على موعد مع كوتيفوار، وفي نفس التوقيت أيضا ليبيريا هتكون على موعد مع غينيا الاستوائية. أما عن مباريات الساعة 9 مساء هيكون في 3 مباريات، سيشل هيكون على موعد مع كينيا، وتشاد هتواجه مدغشقر، ومالي هتواجه إفريقيا الوسطى. دايما جمهور الكورة بيكون عنده تطلعات على فكرة كبيرة مع فريقه، يعني تلاقي المشجع بيتابع مباريات الأندية المنافسة أول حاجة بيقول لك ياه لو اللاعب ده هيكون عندنا في فريقنا، لو المدافع ده معانا، لو الحارس ده كان كسر الدنيا، ده انا مش ناقصني فريقي غير الحارس ده. طب يا ترى مين من النجوم بتتمنى ان هو ينضم لفريقك؟ سالنا الجماهير في الشارع مين اللاعب اللي بتتمنى ان هو ينضم لفريقك. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف راي الجماهير، نرجع لكم مره ثانيه. تشجع ايه؟ الزمالك. اكيد الزمالك، وانا لابس تيشيرت الزمالك. مين اللاعب بقى اللي نفسك تشوفه في نادي الزمالك وانت بتيشيرت الابيض ده؟ زيزو. ما زيزو بيلعب في الزمالك، غير زيزو بقى من بره الزمالك. كهربا يرجع تاني؟ نفسي في علي معلول، احلى واحد. بس والله في كذا لاعب، في مثلا تريزيجيه، ونفسي قوي الشناوي يبقى حارس مرمى عندنا في الزمالك. ايوه يا ريت والله. الشناوي نفسي في فرجاني ساسي وبن شرقي يرجعوا تاني. معنا بقى. لا فرجاني ساسي طبعا كان مايسترو الزمالك وفقدناه بصراحة. هو الزمالك دلوقتي محتاج باك يمين، عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد لو راح حتة تانية هتزعل؟ طبعا عندنا احنا محتاجينه، والاهلي مش محتاجه الحقيقة. شجع ايه؟ الاهلي طبعا. الاهلي. طب مين اللاعب اللي انت نفسك تشوفه في النادي الاهلي بره نجوم النادي الاهلي موجودين دلوقتي؟ تريزيجيه طبعا. يرجع تاني تريزيجيه؟ ليه؟ من امهر اللعيبه في مصر ومن احسن اللعيبه في مصر اللي انا بحبها، وهو رقم واحد في المنتخب بالنسبه لي. طبعا انا بحب وليد ازارو يرجع تاني. وليد ازارو احسن من نبيل زياد بصراحه، مش بلدي مش حلوه قوي. مين المودلس اللي جايبينه ده بصراحه؟ يعني او محمد شريف يرجع تاني. الاثنين بصراحه يعني افتقدناهم افتقاد عزيز علينا جدا من ساعه ما جه. هو اي نعم جايب جول الماتش اللي فات، بس بتجيله فرص يعني اللي بيعرفش يلعب كره يجيبها. الحقيقة أنه أحلام الجماهير كنا بنتمنى أن هي تكون أوامر، ولكن برغم الظروف طبعا كل فريق بيكون عنده تفاصيل الخاصة اللي بتحوم بالفريق، هل ممكن اللاعب ده فعلا ينضم للفريق ولا لا، تفاصيل كل لاعب وظروف كل لاعب محترف أو متواجد، رحل ممكن يرجع، كل الأمور دي بترجع لكل فريق، ولكن بنتمنى دايما السعادة لكل اللعيبة ولكل المشجعين اللي بيتمنوا يشوفوا اللعيبة دي متواجدين وبيلعبوا في فرقهم. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل كتير، هنروح مع حضراتكم فاصل سريع ونرجع لكم نكمل فقرتنا في صباح اون تايم، انتظرونا. امبارح فاز منتخبنا المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بست أهداف على الكونغو برازافيل بلقاء المنتخبين على استاد الإسكندرية الدولي بمباراة الإياب في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا والمؤهلة لبطولة كأس العالم كولومبيا 2024. مقرر لها العام القادم في كولومبيا بإذن الله، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بالنتيجة دي بيتأهل منتخب مصر للدور الأخير من التصفيات علشان يواجه منتخب الكاميرون لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة في الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة إفريقيا والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
بنقول ألف مليون مبروك للعيبة منتخب مصر للكرة النسائية، إنجاز كبير بيشرفونا، إن شاء الله يكمل على ألف خير بتعبهم باجتهادهم بتشريفهم لينا، وطبعا ده شيء بيشرفنا وبيساعدنا أن يكون في تسليط ضوء على لاعبتنا في كرة القدم النسائية. الحين هم نجوم قادمين، وزي ما انتم شايفين لعيبة حريفة، لعيبة حريفة تستمتع بيهم. وكرة القدم النسائية يا جماعة ليها باع طويل قوي 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 في أوروبا. لما تتفرج بقى في أفلام دلوقتي بتجسد حياة مشوار كرة القدم النسائية واللعيبة بتاعتهم اللي عندهم 17 و16 و18 سنة، ازاي وصلوا لده؟ ازاي بيكون مشوار طويل من النجاح ومن التعب ومن الشقاء ومن الاحباطات؟ ويعني ايه تكوني بتدرسي وفي نفس التوقيت عايزه توفقي ما بين ان انت بتجتهدي في تمريناتك وعايزه تحققي شيء وتكوني مع المنتخب، في نفس التوقيت تكوني عندك التزام في دراستك. فكره انه يامن بيكي بيتك وانه يامن بيكي والدك ووالدتك ويشجعوكي تكملي المشوار، صدقوني كل الحاجات دي ليها ألف معنى وألف كلمة، واللي عايشين ده فاهمين قيمة وقدر كل كلمة من دول، عارفين إن المشوار طويل ومش سهل، عارفين إن المشوار صعب ومش هين. كل الأمور دي بيعاني وبيمر بيها لعبتنا في كرة القدم النسائية، فكرة إن حد يؤمن بيك وبموهبتك، فكرة إنك يكون عندك الإصرار والعزيمة ومتفقديش الأمل، كل الحاجات دي ليها ألف معنى وألف كلمة وألف تحية وتقدير للي بيحققوه وبيوصلوا له من إنجازات. بنتمنى لهم إن شاء الله النجاح خلال الفترة القادمة وإلى مزيد من التألق. وطبعا واحنا بنتكلم عن منتخب مصر للكرة النسائية لازم نقول إن الكرة النسائية اتطورت بشكل كبير عموما في السنوات الأخيرة في مصر، ويمكن ده كمان بيكون سبب اهتمام الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي، الزمالك، الاتحاد، الإسماعيلي بتكوين فرق للكرة القدم النسائية. وهنا برضو علشان نكون واقعيين مش هنقول فقط إن الفرق فجأة اللي اهتمت، لا، في قرار مهم جدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأنه لازم وبيلزم كل الأندية يكون عندها فريق لكرة القدم النسائية، وده شيء منطقي قوي اتأخرنا فيه بس مهم ولازم، ولازم صدقوني لما يطبق هتعرفوا قيمته ونتيجته. علشان كده كان لينا لقاء مع كابتن أميرة يوسف المدير الفني لقطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ومساعدة الكابتن شطة أحد أهم وأبرز نجوم النادي الأهلي في فترة الثمانينات، ونقرب أكتر كده من التجربة الخاصة بالنادي الأهلي ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم. طبعا شرف لاي حد يكون في المسؤوليه الكبيره دي، وفخر ليا انا شخصيا ولاي حد. طبيعي انا يعني انا كنت حد من المشجعين الاساسيين للنادي الاهلي، فجاه بقيت مسؤوله فيه عن حاجه مهمه جدا، وطبعا اكيد شرف ليا. يعني القصه كانت من 3 سنين لما النادي الاهلي قرر ان هو يعمل كره نسائيه، فابتدينا شرحنا القصة من الأول إن احنا نبتدي إزاي نوصل إن يكون عندنا قطاع. فابتدينا بالأول في البداية يعني إن احنا نعمل أكاديميات، والحمد لله عملنا قطاع كويس جدا في الأكاديميات في فرع مدينة نصر وفرع زايد، ومؤخرا فتحنا فرع التجمع. ومن الأكاديمية دي بدأنا نطلع عناصر كويسة جدا من الفروع، فطلعنا حوالي 10 عناصر مع الاختبارات، مع ان في بنات لاعبات بدات ان هي تخلص نفسها من النوادي وتجن يعني. فالفكره جت من هنا، بلس طبعا لجنه التخطيط، وكانت ليها دور قوي جدا جدا ان هي البروجكت ده يكون على ارض الواقع. كابتن شطه طبعا طبعا المشرف على القطاع النسائي حاليا ليه دور قوي جدا جدا في حاجه زي كده. فمن هنا بقى بدانا نشتغل على البروسيس دي من 3 سنين، وهو السنه الثالثه اهو بنبتدي ان احنا نطلعها خلاص او طلعناها على في النور. والسنه الجايه ان شاء الله يكون عندنا فريق اول وفرقه اللي هي تحت 20 سنه اللي هي زي ما احنا، وفرقه اللي هي تحت 17 سنه ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا بننشئ، فعشان حضرتك تنشئ فلازم تاخد ستيبس وخطوات معينه. البنات محتاج ان انت تاسسهم على مبادئ الاهلي،
فهل ينفع حضرتك فجأة وبلا مقدمات تجيب من هنا ومن هنا ومن هنا وتشتري بدون ما انت تربيهم على مبادئ واسس وقواعد الاهلي؟ ده طبعا استحاله. فعشان كده اخذنا تايم شويه في النقطه دي وشفنا مين فعلا اللي رايح شاري النادي ان هو فعلا يلعب فيه ومستوعب يعني ايه لوجو ومستوعب يعني ايه تيشرت احمر بينزل يلعب بيه ويبريزنت الاهلي. فده دي بدايه. الجزء الثاني الحمد لله مجلس اداره الاهلي ولجنه التخطيط عاملين لائحه كويسه جدا بالنسبه للناشئين يعني كناشئات بالنسبه للمتواجد دلوقتي على الساحه. لا الحمد لله احنا عاملين لائحه كويسه بالمقارنه بفرق الناشئات اللي موجوده. طبعا احنا بنعمل ستيبس معينه. السنه الجايه طبعا هيكون في خطوات اكبر. الموضوع خلاص تحت المنظار يعني خلاص احنا الاهلي السنه دي خلاص انا عندي فرق بنات فالموضوع خلاص بقى في الحسبان لدرجه ان هم بيبتدوا يسالونا ويسالوا كابتن شطه انتوا محتاجين ايه السنه الجايه؟ لا احنا هيكون عندنا ثلاث فرق فمحتاجين واحد اثنين ثلاثه وكل اللي احنا محتاجينه دن اتنفذ. فاوريدي خلاص هم الموضوع بقى امر واقع عندهم ان احنا خلاص عندنا كره نسائيه وعندنا قطاع ان شاء الله باذن الله. واحنا بنفخر وبنسعد بده وكل ما كان فيه تطور في كرة القدم النسائية صدقوني شيء بيشرفنا وبيتقل كرة القدم عموما ومجال الرياضة المصرية بشكل عام. دايما اللعيبة اللي بيكون عليها لغط خلال الفترات اللي فاتت كلام كتير قيل وقال شد وجذب بنكون عايزين نعرف التطورات الخاصة بيهم. وكيل فتوح بيقول ان اللاعب تلقى عرض من الاتفاق السعودي وده من الحاجات اللي جات للاعب خلال الايام اللي فاتت. سمير صلاح وكيل فتوح قال انه اللاعب تلقى عرض من نادي الاتفاق السعودي لضمه خلال الانتقالات الشتويه المقبله وقال انه العرض هيتم ارساله لنادي الزمالك خلال الساعه القليله المقبله علشان يعرفوا القيمه الماليه المطلوبه وعلشان اللاعب يرحل في شهر يناير اللي جاي. كمان قالوا ان العرض هيتم بحثه مع باقي العروض مع اللاعب سواء اذا كان عودته على طول من منتخبنا المصري ابتدوا يتكلموا معاه فيه يعني في اكتر من عرض محلي في الوقت الحالي علشان الفرق دي عايزه تضمه في نهايه الموسم من نادي الزمالك في صفقه انتقال حره. طبعا فتوح زي ما حضراتكم عارفين يمكن كان بيمر بامور كتير وتفاصيل كتير ليه خلال الايام اللي فاتت ويمكن كان كمان يعني في حديث هل هينضم المنتخب المصري هل هيروح هل مش هيروح. حقيقة انه فتوح رغم عرضه للبيع من قبل نادي الزمالك ووقفه لمده شهر عن المشاركه مع الفريق ولكن رغم كده روي فيتوريا تمسك ببقائه مع منتخبنا المصري وشفناه بيشارك. ولكن هنا السؤال وجهه فتوح المقبله هل هتكون فين؟ هل هيتم يجد جديد في الأمور ونشوف مع حضراتكم صلح يحصل ما بين كلا الطرفين ما بين فتوح ويجدد لنادي الزمالك؟ هل الكلام اللي بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت ممكن نقول الأقرب للصح ولا العلاقة انتهت ونشوف فتوح بينتقل لنادي تاني قريبا جدا؟ مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل بقى وأمور كتير هنخوض فيها مع منتخبنا المصري وتاريخ منتخبنا المصري وطبعا الأمور اللي حدثت بالأمس سواء كان في مباراة منتخب سيراليون أو منتخب جيبوتي. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا نجم من النجوم اللي عندهم باع طويل جدا كمدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق الكابتن فكري صالح. بعد الفاصل انتظرونا في صباح اون تايم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة احنا بيسعدنا ويشرفنا وجود نجم وهنا لما بنقول نجم مش لازم يكون نجم كرة قدم. نجم ليه باع طويل جدا في الخبرات مع حراس المرمى. منورني النهاردة الكابتن فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخبنا المصري السابق. بنرحب بحضرتك كابتن فكري صباح الخير عليك. صباح الخير يا كابتن فرح. شرف عظيم لي ان اكون مع حضرتك وفي صباح قد
دايما بسعد بوجود حضرتك معايا، بنستفيد من خبراتك، وكل الاجيال الحياه اللي بتتابعنا دايما بتكون عايزه تعيش معاك اجواء المنتخب بكل تفاصيله، بوطنيه حضرتك، بانتمائك الشديد. لما بنعمل معاك لايف حتى في البرنامج دايما بتكون حريص انك تكون مرتدي تيشرت منتخبنا المصري، وقد ايه الانتماء وقد ايه الذكريات اللي حضرتك بتحملها في قلبك تجاه منتخبنا الوطني. يعني انا دايما بقول يا كابتن فرح، مصر مش في قلبي، مصر هي قلبي. والكلمة دي المفروض في كل حياتي يعني. فطبعا أنا شرف عظيم ليا وجودي النهاردة قدامك، لأني بقالي فترة طويلة ما تقابلتش مع حضرتك. صحيح كابتن فكري، يبتدي مع حضرتك الحديث عن مباراة الأمس ومنتخبنا المصري أمام منتخب سيرانيون، وبرضو تعمل مقارنة سريعة ما بين مواجهة منتخب مصر وجيبوتي وما بين مواجهة الأمس. بص يا كابتن فرح، مباراة جيبوتي أول مباراة في كاس عالم، مشوار كاس عالم، وبما إني حضرت الحاجات دي قبل كده، دايما أول مباراة مهمة جدا بعيدة عن الخصم مين، سواء الخصم قوي أو ضعيف، أنت بتبقى محتاجة مكسب عشان يديك الدفعة في مشوار كاس العالم. فالحمد لله المباراة الأولى كلنا شفنا أداء راقي جدا لمنتخب مصر، وكانت النتيجة تعتبر 6-0، نتيجة في مشوار كاس العالم إيجابية جدا. المباراة الثانية بعديها ب 48 ساعة أو ب 72 ساعة، وفي ظروف صعبة خالص عن المباراة الأولى، لأن فرقة لازم تسافر بطيارة 9 ساعات، ملعب ترتان من النوع القديم اللي ما يساعدش ان الكرة تمشي، رطوبة، فعايز اقول ان الجو ده مختلف عن الجو الاولاني اللي في المباراة الاولى، ولكن كانت رجالة مصر عايزة تتحدى هذه الظروف دي كلها. انا بسميه الاداء بتاع امبارح اداء رائع غير مسبوق، وكل كلمة بعنيها، ولدرجة ان انا يعني امبارح بكلم ابني محمود فبقول له انا من النهاردة سميت، بس عندي 2، واحد جاب جونين وعندي واحد ورا اما احتاجته لقيته واقف سد. يعني الماتشين النهاردة كلين شيت طبعا للفارس النبيل في مملكة عمالقة مصر. صحيح، او الفارس النبيل لمملكة عمالقة مصر هو محمد الشناوي. وعشان كده انا برفع قبعة من هنا لكل مدرب اشتغل مع محمد الشناوي ووصله للحتة دي، مش ماتش امبارح. انا بالنسبة لي لفكر صالح، محمد الشناوي في الاولمبيات اما كان مع كابتن شوقي غريب، ولكن جه عمل بعض المباريات الغير موفق، كان غير موفق، ودي انا عارفها لظروف خارجية. لاني كابتن فرح حارس المرمى عشان تاخدي منه لازم يبقى عنده الاتزان والثبات الانفعالي اللي بيديله حاجتين، عشان اللي بيسمعنا من ولادي المدربين، حارس المرمى كلمتين: مساحة وزمن. المساحة هو التمركز السليم في المكان السليم في التوقيت السليم، والزمن هو سرعة رد الفعل حتى تصل للبيتم الثاني. يعني لو طلع كده جون، لو طلع كده، لو كرة جابها بايده ونزل على الارض جون، انما لو طلعها برجله هنا بيتم ثاني تك تك. فعشان توصلي لازم سرعه اتخاذ القرار. عشان توصلي لدي يبقى لازم يكون في ثبات انفعالي، يبقى لازم يكون في اعداد نفسي، ودي اللي بتفرق بين مدرب ومدرب. والمناخ الخارجي، ما هو الإعداد النفسي المدرب بتاعه وأبوه الروحي هيلاقي المناخ مش حواليه في مشاكل ياخده ويبعده عنه. صحيح. يعني في وقت من الأوقات خدت عصام الحضري بعيد عن البيت باتفاق مع يعني صابرين هانم ربنا يديها الصحة، وبقى قاعد في شقة لوحده، الشقة اللي هو بدأ فيها في النادي الأهلي. ليه؟ عشان أوصل للتحدي واوصل لمشوار كاس العالم لازم تتنفس ده.
عشان تبعديه، لان هو ما شاء الله البيت هيبقى اولاده ومشاكل والكلام. كانت اللعيمه بالدور ده، وانا برضو برفع لها القبعه، صابرين هاني. وكان هو زي ضابط الكليه الحربيه او طالب الكليه الحربيه، بيدنوا في شقه مدينه نصر لغايه ما يخلص المباراه والدوري، وبعدين ياخد ليله راحه ويروح البيت عنده. فهو انا بنصح كل ولادي المدربين، الاعداد عليك قبل الاعداد البدني وقبل الاعداد الفني وقبل اي اعداد، اعداد النفسي مهم جدا طبعا يا كابتن لحارس المرمى. صحيح. هنتقل مع حضرتك لواحد من نجوم المباراه بالامس وهو تريزيجيه. تعليقك ايه على الجانب اللي كنت بتكلم فيه في بدايه الحلقه، جانب الاجتهاد، ان اللاعب ما بيفقدش الامل ومع كل ضربه بتقويه اكتر، ومع كل اخفاق وظروف واصابه بل بالعكس بتديله اصرار انه يطور من مستواه اكتر واكتر. عايز حضرتك تكلمنا عن تالق تريزيجيه بالامس. شوف يا كابتن فرح، انا عشرت محمد صلاح والنني في بدايه مشوارهم، كنا احنا ماسكين منتخب اولمبي، كابتن هاني رمزي وانا معاه، وكان بدايتهم معانا، وعملنا معسكر في سيون وعملنا ماتشات، ونادي سيون بدأ ياخد قبل ما ينتقلوا البازل السويسري. الفيلم ما هو بدأ ثم بدأ ينتقل. يعني هو اتعرف في سويسرا من ثلاث مباريات اللي عملهم كابتن هاني بتاع المنتخب. ففي يوم انا بيكلمني بيقول لي انا كان معانا ثلاثه كبار، لو افتكرت ابو تريكه ومتعب، كابتن متعب، كابتن ابو تريكه، وكابتن احمد فتحي. فبقول له كابتن انا ممكن اوصل؟ قلت له يا ابني باللي انا شايفه منك هتوصل وهتعمل شيء عظيم في التاريخ، لانك انت عندك خمس عناصر، الخمس عناصر دول اللي يشتغل بيهم لازم يوصل. نقولهم عشان الناس تستفيد. تحدي، الاصرار، العزيمه، الالتزام، حسن التوكل على الله. دول اللي يوصلوا اي حد. وانا قلت الحته دي ليه؟ عشان ارجع لتريزيجيه. رغم الاصابه عند تريزيجيه، ورغم ان هو كان حاجه كبيره قوي، ولكن قدر يرجع بالخمس حاجات اللي انا قلته. ده يا كابتن فرح، ما هو ده ماشي في اللي احنا بنقوله. ان لو واحد عنده الخمس عناصر، يعني محمد صلاح ما كانش بيتكلم انجليزي. تعرف كلنا I have two eyes and I can see the book, the pen in front of me. ده الانجليزي بتاعه. محمد النهارده ما بيتكلم بيتكلم انجليزي كويس. طب جابه ازاي؟ ذاكر، اشتغل. صحيح. الاكل في نظام. فعايز اقول ان طبعا تريزيجيه واي حد تاني، وبرضو انا برفع قبعه للمدير الفني انه قادر يعمل سيمفونيه، او هو كمسترو قادر يحط المجموعة دي، كل واحد بإمكانياته الفردية إزاي يطوعها إن تبقى الفايدة التيم. النهاردة محمد صلاح لو ما جابش جوان بيعمل لك أسيست على طول طبعا، وأسيست غير طبيعي هنا. أما محمد صلاح الجمهور دي في لقطة between the line. يعني هنروح لفاصل قصير مع مشاهدينا ونرجع لحضراتكم مرة تانية نستكمل حوارنا مع الكابتن فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخبنا المصري السابق. انتظرونا في صباح أونسايد. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل حوارنا مع الكابتن فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق. عودة لحضرتك يا كابتن فكري مرة تانية. أهلا. خضوض منتخبنا المصري في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من وجهة نظرك إيه اللي ممكن يختلف الموسم ده والسنة دي وظروف اللي بتحاوط منتخبنا المصري باللي عشناه في النهائي الأخير؟ هقول لحضرتك حاجة وبرضه هقعد اعيدها يا كابتن فرح، لو المنتخب بتاعنا بنفس الروح بالخمس حاجات اللي انا قلتهم هيوصل للنهائي ويقدر ياخد بطوله افريقيا. وده حصل يمكن في بوركينا فاسو، لو تفتكري بوركينا فاسو واحنا طالعين الناس بتقول طالعين ليه؟ ده انتوا 13. كابتن جوري قال ال 13 رحمه الله عليه. صحيح. فكان الكابتن جوري يقول سيبهم يقولوا اللي يقولوا،
احنا هنرجع بالكاس. والله انا بحلف بالله الله يرحمه. كان قبل ما نروح التحدي ده موجود، مش واحنا بنكسب التحدي والاصرار والعزيمه والالتزام وحسن. احنا كان اللي عنده يا كابتن فرح جرام بيتخصم منه 500 جنيه اياميه، جرام زياده. كان نادر السيد لما يجي يوزن استنوا يقلع ملط عاد الشورت يا ابني طب هنشيل لازم طب يا ابني اطلع وانا هشيل ابدا خصم على طول. فلو المنتخب خلي بالك المنتخب يضم عناصر ما شاء الله صحيح. عليها الله هو في كم مو صلاح في العالم هو واحد صحيح وتريزيجيه ما شاء الله طبعا. كل واحد عشان ما نساش فلو الخمس عناصر دول موجودين لا 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 ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا باذن الله. كابتن فكري عايز اروح مع حضرتك لجانب مهم قوي من خبراتك نستفيد منه، تعليقك ايه على ما يمر بيه نادي الزمالك خلال الفترات اللي فاتت؟ من احنا اتكلمنا على كابتن محمد شناوي ثبات في المستوى ما شاء الله، تألقه بالتاكيد هيصب في مصلحه النادي الاهلي، نادي الزمالك بيعاني من فكره تذبذب مستوى حراس المرمى، شفنا ده مع محمد عواد، البدايه كانت من صبحي بعدها بياخد فترته او مساحته، بعدها بيجي عواد بياخد مساحته، مشاكل صبحي بيخرج من المشهد. حضرتك رايك ايه ورايك ايه كمان في النهج اللي ماشي عليه الكابتن محمد عبد المنصف في نادي الزمالك؟ شوف يا كابتن فرح، حارس المرمى جزء من تيم، اداء التيم ده ياثر عليه سواء بالسلب او الايجاب. اتنين، نادي الزمالك قبل المجلس ده كان مفقود فيه الحب، كلمة الحب دي بتفرق كتير، يعني الكل على قلب الرجل واحد، يعني محدش بيفكر في فلوس، يعني 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 الحب ده بدأ حاجات تظهر دلوقتي بعد المجلس الجديد ده ما جه. فأنا متأكد لأن عواد هو طلع كان ليا القدر والشرف وقدر من الله ان بدايته كانت معي منتخب مصر الناشئين. امكانياته لسه عنده امكانياته أكتر؟ عنده كتير كابتن عواد. مع عواد ده اللي كان الناس بتنادي بيه منتخب مصر وهو في اسماعيلي وهو في مجلس صحيح. حته عدم الانسجام وكل يوم ثلاثه يعني تغير كم مدرب. فانا يعني متاكد مع الكابتن معتمد جمال ومنصف عنده يعني في ناس تقول لك اصل ما عندوش دراسات العمليه مش دراسات الخبرات اهم من الدراسات صح. الدراسات تذكر حضرتك الخبرات. كنت مع انه الكابتن عبد المنصف يستمر طبعًا. في تولي قياده حراس المرمى داخل نادي الزمالك رغم تغيير الجهاز يعني يبقى موجود لان هو الراجل عنده خبرات كبيره جدا واعتقد يا كابتن فكري قرب السن بيفرق بيبقى عامل مهم قوي يا كابتن فرح هو عنده الكاريزما يعني ايه كاريزما انا قلت لك في البدايه الاعداد النفسي مهم جدا لحارس المرمى صحيح او للعملاق هو دي موجودة عند ابني عند الكابتن عبد المنصف أروح مع حضرتك سريعا للصبح عشان ننتقل لأحمد الشناوي والطفرة اللي عملها أحمد الشناوي وعودته للمنتخب مرة تانية. صبحي خامة كويسة جدا وكلنا شفناه برضو قبل ما يجي الزمالك يعني راجل يملك الإمكانيات صحيح. والموهبة وقت بتروجيت كان راجل متألق جدا فاحنا مش عايزين نحسب فترة كانت متقلبة في كل حاجة في نادي الزمالك إنما وعشان كده المنتخب يعني النهاردة مش بيجامل محمد صبحي أما واخد محمد صبحي وياخد أحمد الشناوي أحمد الشناوي بالأمانة عنده العلامة الكاملة يا كابتن فرح في حراسة المرمى ولكن هو ما كانش بيهين نفسه انا هقول لك لقطه وهو معايا في اولمبيات لندن في التصفيات كنا بنلعب في المغرب كان جمهور المغرب بينادي على الشناوي ومش واحنا بنلعب ده المغرب بتلعب جنوب افريقيا وهم بيقولوا الشناوي 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 عشان كلهم ثقه فيه رئيس الاتحاد
بعت لي الكابتن شطه في اخر مباراه لعبناها بيقول تعال انت تعال انت والله انت وشناوي عشان الراجل عايز يتصور معي. ده الشناوي هو اللي قدروا عارفين مدى تاثيره في المباراه وبيشكل خطوره. جاله اربع عروض احتراف في الـ في الـ في اللحظه دي وهو ما كانش يكمل 20 سنه. هل نقدر نقول ان احمد الشناوي اللاعب او حارس المرمى الوحيد اللي بينطبق عليه انه عنده الستايل الخاص دي؟ هل حضرتك دي اللي تقصدها يا كابتن فكري؟ بيكون في بعض الحراس عندهم ستايل بتاعهم. بصي هتلاقيه هو وكان الله يرحمه احمد اكرامي الاثنين اسطمبة. احمد اكرامي ده كان جون موهوب اكتر من اكرامي الكبير وعشاء افريقيا واكتر من شريف الله يرحمه. وهو كان نفس الستايل ونفس الجسم ونفس كل حاجة بالنسبة ل يعني احمد مع احمد احمد اكرامي واحمد الشناوي. احمد الشناوي ما استفادش يعني هو للاسف ما عملش حاجه ما استفادش بالفتره اللي فاتت خالص. صحيح. هو دلوقتي في سن حاجه من الاثنين لازم اكيد يبقى عارف ان العمليه لازم يدوس على نفسه ولازم يستفيد من الموهبه اللي ربنا اداها له. بالتاكيد نقطه فارقه فعلا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن في مشوار احمد الشناوي. سريعا اروح معاك لنادي الزمالك في كلمه واحده. نادي الزمالك بحاجه للتعاقد مع حارس مرمى خلال الفتره القادمه؟ لا لا. هل محمد صبحي يستحق فرصة تانية مع نادي الزمالك بعد قرار العقوبة؟ ممكن لأن ممكن يبقى لها حل لأن ربنا بيغفر كل شيء. إنما هو لو اعترف تماما بغلطه ممكن أديله فرصة وممكن. إذا رحل محمد صبحي مين يستحق الفرصة داخل نادي الزمالك؟ لا في حراس مرمى لأن أنت عارفة أنا ماسك في زد فبروح أتفرج على الماتشات بين زد او زد سوري الزمالك بيجينا واحنا بنروح زد. قول لنا اسم واحد عشان ننتقل معاك للجانب زد. والله انا مش فاكر بس في اكتر من حد عجبوني ويمكن انا كلمت منصف وعبد الواحد السيد عليه علشان يكون ليهم فرصه خلال الفتره القادمه. كابتن فكري وجود حضرتك كمشرف عام على الجانب الخاص بحراس المرمى في نادي زد عايزينك تكلمنا عن الخطوه دي. شوف يا كابتن فرح انا كان ليا بعد ما رجعت من مشوار الاردن مع الكابتن جوهري ليا امل ان انا اعمل حاجه تفيد مصر لان قلت مصر مش في قلبي مصر هي قلبي. فربنا اكرمني بان نادي زد حب اسند الي موضوع حراسه المرمى وبرضو قدر من الله ان انا اشتغل مع الكابتن علاء نبيل اللي هو انا وهو كنا تلاميذ الكابتن محمود الجوري وطبعا الكابتن علاء حاجه ربنا اكرمني باداره ما شاء الله عليه سواء الكابتن احمد عبد الله والكابتن سيف زاهر والكابتن هيثم عبد العظيم ما في تطلبي حاجه يعني النادي الوحيد اللي فيه للناشئين ادوات في منهم مدفع لتسديد الكور هو نادي زد. عندنا ايهاب الدجوي ده راجل محلل اداء بيجي يصور لي كل مباريات اللي بنلعبها ويعمل جزء الحراس المرمى ويبعتهولي نقعد مع كل انا عندي 14 مدرب نقعد مع ال 14 مدرب ونقول هنشتغل ازاي الفتره الجايه. تخيل لما يبقى في 14 مدرب متأسس هيطلع لك قد ايه ومتأسس ازاي ان انا بديهم الخبرات بتاعتي في ورش جايبين اجانب في يناير من استون فيلا تدي ورش بنطلع مدربين حراس تروح استون فيلا مع حراسها تاخد خبرات هناك. فده المشروع اللي انا يعني ربنا اكرمني ان انا بعمل حاجه للمستقبل تشرف عليه طبعا في المتوقع نشوف اكتر من حارس بيخرج من نادي زد خلال الفتره القادمه باذن الله يا كابتن ان شاء الله. كابتن فكري ممكن سريعا جدا عشان وقتنا خلص اسالك سؤال والرد في ثانيه واحده ممكن. مين افضل حارس مرمى دربته في حياتك؟ اكرامي وحش افريقيا. مين افضل مدير فني تعاملت معاه؟ كابتن جوهري. مين افضل مهاجم كان بيزعجك؟ أبو تريك. مين أفضل لاعب في تاريخ حراسة المرمى في منتخبنا المصري؟ مين إيه؟ مين أفضل حارس مرمى في تاريخ منتخبنا المصري؟
بالأرقام هو عصام الحضري. مين أفضل حارس في مصر حاليا؟ اللي أنا سميته يعني محمد الشناوي بالتسمية اللي أنا سميتها له، الفارس النبيل لمملكة العمالقة. مين أفضل لاعب في مصر حاليا؟ لا في اقتناع في أكتر من واحد، اختار واحد. أنا هختار تريزيجيه. مين حاليا أفضل مدرب حراس؟ لا في كتير، أنا عندي ما شاء الله 14 مدرب حراس مرمى، عندي يوسف طاهر حتى اللي كان ماسك منتخب، وفي إمام زي ما أنا قلت الراجل له باع كبير طبعا، ويعني عشان ما انساش حد. لا مصر مليئة دلوقتي بمدربين حراس الأكفاء، حراس المرمى الأكفاء جدا جدا جدا. كابتن فكري عندي واحد للمستقبل اسمه حسن علي، ده اللي طلع منعم اللي هو في المنتخب دلوقتي، في منتخب مع شيتس. كابتن فكري نورتنا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا، ودايما بسعد ودايما الحديث مطول ولسه عندنا كلام كتير معاك. احنا كل ده اتكلمنا في الوقت الحالي، لسه عايزين برضو بعد كده نتكلم مع حضرتك عن الذكريات ونستعيد معاك الذكريات الجميلة لمنتخبنا المصري، وده على مدار الفترات القادمة ان شاء الله مع التصفيات مع كأس الأمم الإفريقية هيكون لينا بإذن الله حديث مطول. يعني احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني؟ لا احنا كده انتهت حلقتنا النهارده. انا شرف عظيم ليا، شرف ليا ان شاء الله في المناسبة بات القادمة أتشرف دايما بيك يا كابتن فرح. احنا بنتشرف انت عزيز على القلب معانا يا كابتن فكري. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا، نستعرض معاكم أبرز تعليقاتنا اللي جت لنا كانت كالتالي. عبد العزيز السقا بيقول صباح الخير عليك يا فرح، أحسن لاعب في مباراة الأمس محمد شناوي ومحمود تريزيجيه. خالد عبد الله، شناوي وتريزيجيه هم نجوم المباراة. أحمد عبد الحميد، صباح الفل يا أستاذ، نجم مباراة أمس هو تريزيجيه لأن هو اللي جاب هدفي الفوز. اخر تعليق من حنان سامح، صباح الخير عليك يا فرح، افضل لاعب كان الشناوي تريزيجيه، والف مليون مبروك لمصر. مشاهدينا الف مليون مبروك لمصر، ودايما بنسعد وبنفرح وبنفخر مع حضراتكم باداء منتخبنا المصري. انتهت حلقتنا من صباح اون تايم، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده، ويومكم خير وسعاده وفرح.